وصفة اليوم هي المكدوس أو مكدوس الباذنجان. شوفوا اللون كيف طالع معنا فاتح. رح نحكي عن هيدا السر، كيف يطلع لون الباذنجان فاتح بهيدا الشكل، ورح نحكي كمان كيف بدنا نكبس الباذنجان ونصفيه من المي، وكمان كيف بدها تكون الحشوة. كل هيدي التفاصيل رح نحكي عنها بهيدا الفيديو. تابعوا معي الفيديو للأخير لتشوفوا كل التفاصيل ليطلع معكم مكدوس الباذنجان ناجح 100%. اول شيء انا عندي هذا النوع من الباذنجان بيجي ممشح بهذا الشكل. اذا كنتوا بالبلد اللي انتوا فيها مش موجود عندكم هذا النوع من الباذنجان، فيكم تستعملوا الباذنجان الاسود الصغير بيزبط، منا مشكله ابدا. هلا اول شيء بدنا نشيل هذا الغصن يلي بيجي من فوق لحتى ما ياخذوا معنا مطرح بالطنجره، لحتى نقدر نحط كميه الباذنجان كلها. وطبعا انا هون غسلت الباذنجان كتير منيح وصفيتهم من المي. وهون من بعد ما شلنا هيدا الغصن هلا غمرتهم بالمي البارده وحطيت معهم ربع ملعقه صغيره من حامض الليمون او ملح الليمون. انا هون عندي 5 كيلو من الباذنجان مثل ما شفتوا غمرتهم بالمي البارده، وهلا بدي ولع عليهم النار. طبعا بدي احط عليهم تقل لحتى ما تطلع حبات الباذنجان لفوق وفي حبات تستوي حبات ما تستوي، هيك نحن بنضمن انه كل الباذنجان يستوي كله مع بعضه بنفس الوقت. اكيد حطينا تقل لحتى ما يطلع الصحن لفوق. وهلا بدي اتركهم عم يغلوا على النار. طبعا انا من اول ما حطيت الباذنجان على النار لحد ما طفيت اخذوا معي ساعه الا ربع او 45 دقيقه. طبعا نحن بنفحصهم مثل ما شايفين بهذا الشكل، يعني من بعد ما يمرق عليهم نصف ساعه بفحصهم بهذا الشكل. ما بدي الباذنجان تكون كتير طريه، لانه اذا كانت كتير طريه اكيد ما حيزبطوا معنا لانه رح يتفعصوا وما حيزبطوا معنا. فبدنا اياهم يكونوا انه نكبس عليها نلاقيها طريه بس مش كتير كتير طريه. انا اخذوا معي من اول ما حطيتهم على النار هني وبعضهم باردين لحد ما طفيت 45 دقيقه. وهون كمان هلا في خطوه كتير مهمه تنتبهوا لها لحتى يطلع معكم اللون حلو، انه طريقه التبريد. هني وبعضهم سخنين والتقل عليهم، ما بشيل التقل عنهم ابدا، بحطهم دغري وبفتح عليهم المي او بحط عليهم مي بارده فيها ثلج لحتى يبردوا عندي بهيدا الشكل. ما في شيل التقل وكب المي القديمه او السخنه لانه اكيد رح يدبغوا عندي ورح يصير لونهم مش حلو. فهني والتقل عليهم بفتح عليهم المي لحتى الاقيهم بردوا عندي تماما. وهلا مثل ما شفتوا شلنا هيدا التاج الاخضر من فوق، وبدنا نعمل شق صغير بالسكينه بالباذنجانه. شوفوا اللون شو حلو طالع معنا بالباذنجان، ما دبغوا مثل ما شايفين. بنعمل شق صغير بنوسعه بايدنا. شوفوا الباذنجانه قلبها كيف طالع ابيض، ما تغير لونه ابدا. هلا بدي احط كميه قليله بهيدا الشق يلي عملناه من الملح الخشن او الملح الصخري او الملح المخصص للمخللات. ما فينا نستعمل الملح العادي لانه الملح العادي فيه يود ورح يهري لنا حبه الباذنجان. هلا الباذنجانه من مطرح ما شقيناها بنحطها من تحت لحتى هيدي المي كلها تنزل. طبعا نحن حاطين مصفايه مثل ما شايفين، حطينا الباذنجان على مصفايه حطيناهم بهيدا الشكل، وحطيت صينيه على الوجه. وهلا بدي احط عليهم تقل مثل ما شايفين، انا حطيت هون جالون مي. هلا بتركهم بهيدا التقل تقريبا 6 او 7 ساعات. وفي طريقة تانية كمان لتصفية الباذنجان، انه بنحطهم بكيس البصل يلي بيجي فيه فتحات، بنحطهم بقلبه اكيد بنغسله كتير منيح، بنحطهم بقلبه كمان بنحط عليهم صينية او اي شيء وبنرجع كمان بنحط عليهم تقل. شوفوا هون الباذنجان كيف صاروا معنا من بعد ما مرق عليهم 7 ساعات بالتقل، صاروا عنا بهيدا الشكل. اكيد بعد فيهم مي، ما راحت المي منهم 100%. شوفوا لون الباذنجان كيف طالع كتير حلو لانه انتبهنا كتير منيح لهيدي التفاصيل. وهيدي المي اللي نزلت من الباذنجان شوفوا كيف نزل منهم كميه كبيره من المي، واكيد بعد في بقلبه المي ما نشفوا 100%. طبعا هيدي المي نحن تخلصنا منهم. وانا هون قلبت الباذنجان، يعني الباذنجان اللي من تحت حطيته من فوق قلبتهم مثل ما شايفين، وبرجع بحط عليهم التقل. وهلا بدي احط عليهم جره غاز او قنينه غاز، وبدي اتركهم بهيدا التقل لمده يومين. طبعا انا هون قنينة الغاز كتير نظيفة ونظفتها كتير منيح وعقمتها، وبدي اتركهم بغرفة تكون مهوية تكون مفتحة لحتى ما يعفن عنا او يحمض الباذنجان. وهلا انا هون بهاي الاثناء بدي بلش جهز عندي الحشوة. انا هون عندي فليفلة حمراء، عندي هون تقريبا 2 كيلو من الفليفلة الحمراء. طبعا غسلتهم ونشفتهم كتير منيح من المي، ما بده يكون فيهم مي ابدا. يعني للخمسة كيلو باذنجان انا بحاجه ل 2 كيلو من الفليفله الحمراء. وهون عندي شطه او حر، طبعا هيدا شيء اختياري، اذا بتحبوا فيها حر فيكم تكتروا، ما طلعت حره كتير بهيدي الكميه. اما انتم اذا بتحبوها كتير حره اكيد بتزيدوا، منا مشكله ابدا.
هون انا تخلصت من البذور كلها مثل ما شايفين، وهلا بدي اقصها بالنص وبدي احطها بمحضره الطعام. وطبعا انتم اذا ما عندكم محضره الطعام فيكم تفرمون على ايدكم فرم ناعم جدا، حطيت معهم الحر وهلا بدي اطحنهم، يعني لازم نفرمهم فرم ناعم. وطبعا بدي يكون مجهزه حد مني وعاء وفي بقلبه مصفيه لحتى دغري احطهم بالمصفى لحتى نصفيهم من المي، لانه اكيد فيهم كميه كبيره من المي مثل ما شايفين. هلا بدنا نحطهم بالمصفيه، وانا رح كفي كميه الفليفل اللي عندي كلها. ومثل ما قلت لكم اذا بتحبوها حره اكيد بتزيدوا حر، يعني انتم هذا الشيء بيرجع لكم انتم قد ايه بتحبوا كميه الحر تكون بالحشوه. انا هون خلصت الفليفل اللي عندي كلها، فرمتها صارت عندي بهذا الشكل. شوفوا كميه المي اللي نزلت من الفليفله، كميه كبيره من المي واكيد بعد فيها. طبعا هيدي المي نحن بدنا نتخلص منها، وضروري كتير نصفي الفليفله من المي، لانه هيدي المي اكيد رح تنزعلنا المكدوس وما حتخليهم يضاينوا لفتره طويله او رح تخليهم يحمضوا، فاكيد نحن لازم نتخلص من هيدي المي كلها. هلا بنغطيها بورق نايلون وبدي احطها بالبراد، فينا نتركها نهار او نهارين منا مشكله ابدا لحد ما تنشف عنا الباذنجان 100%، بتكون كمان جهزنا نحن الحشوه وبتكون الفليفله جاهزه. وهون طبعا من بعد ما نحط الفليفله بالمصفيه ونحطها بالبراد كل شوي بنقلبها بهيدا الشكل لحتى تنشف عنا كلها وتطلع ناشفه. يعني انا هون بنفس النهار يلي سلقت فيه الباذنجان وصفيته جهزت الفليفله لحتى يخلصوا مع بعض. وطبعا الفليفله لازم نحطها بالبراد، ما فينا نتركها بلا براد لانه اكيد رح تحمض. وهون من بعد مرور يومين على الباذنجان شوفوا كيف نشفوا عنا تماما من المي. طبعا انا حطيتهم على صينية كبيرة وحطيت تحت منهم قماش لحتى يكون اذا في كمية قليلة من المي عليهم من برا اكيد لازم يكونوا ناشفين 100%. شوفوا كيف طالع معنا اللون، ما تغير لونهم ما دبغوا وطالعين معنا ناشفين بهيدا الشكل. هلا انا هون عندي نصف كيلو من الجوز او عين الجمل، بدي افرمهم بالسكينة، ما بدنا نطحنهم بالمكنة، ما بدنا اياهم يكونوا كتير ناعمين، بدنا نفرمهم فرم خشن. طبعا انا هون عندي نصف كيلو، الكميات اللي استعملتها هن 5 كيلو من الباذنجان، 2 كيلو من الفليفلة، ونصف كيلو من الجوز. طبعا هيدا الشيء اختياري، انتو قد ايه بتحبوا فيها كمية الجوز، فيكن تزيدوا فيكن تقللوا، هيدا الشيء بيرجع لإلكن. شوفوا هون الفليفلة كيف طالعة معنا ناشفة 100%، ما فيها مي ابدا. هلا اكيد بدي احطها مع الجوز. وهون عندي راس من الثوم او 6 حبات من الثوم، بدنا نهرسهم يكونوا ناعمين كتير منيح وبدي احطهم معهم. كمان الثوم انتو قد ايه بتحبوا فيها يكون كتير او قليل، في ناس ما بيحطوا ثوم بالمرة، هيدا الشي بيرجع لإلكن. وهلا بدي احط معهم ملعقة كبيرة من الملح الخشن او الملح الصخري، ما فينا نحط الملح الناعم يلي بناكله لانه فيه يود، واليود اكيد رح يهريلنا حبه الباذنجان وما حيضاينوا معنا لفتره طويله. هلا اكيد انا هون ما كترت ملح، طبعا انا هون حطيت ملعقه لانه الباذنجان نحن لما سلقناه وشقيناه حطينا له ملح، فلحتى ما يطلع معنا المكدوس مالح ما بدنا نكتر ملح كتير بالحشوه، انا هون اكتفيت بملعقه كبيره. وطبعا انتو اذا بتحبوا المكدوس شوي ملحه اكتر من هيك اكيد انتو فيكن تزيدوا، بس ما تزيدوا كتير لانه مثل ما قلت لكم نحنا ملحنا الباذنجان فما بدنا المكدوس يطلع كتير مالح. وهلا عم نحشي الباذنجان مثل ما شايفين بهذا الشكل، اكيد نحنا هلا بدنا ننظفها من برا ما بدنا نخلي عليها ابدا من الحشوه. وهلا بدي احطها بالمرتبان، اكيد المرتبان بده يكون نظيف ومعقم وما بده يكون فيه مي ابدا، بده يكون ناشف. وبدنا نحط المكان يلي حشينا فيه بده يكون من جوا. هلا انا طبعا هون غيرت المرتبان لانه المرتبان كان كتير كبير عليهم فحطيتهم بمرتبان اصغر، ونحن عم نحط الباذنجان بدنا نحاول نضغط عليها شوي لحتى ما يكون كتير فيه فراغات بين حبات الباذنجان. وهون من بعد ما عبينا الباذنجان بالمرتبان هلا بدي احط عليهم زيت نباتي، ومثل ما شايفين انا ما عبيت المرتبان لفوق لانه هيدا الزيت كمان رح يفور ورح يطلع لبرا او رح يطلع لفوق، فنحن ما بدنا نكتر زيت لحتى ما يطلع كتير زيت من عنا يطلع لبرا. طبعا انا هون حطيت صينية تحت منهم مثل ما شايفين. وهلا هون عندي قرن حر، طبعا هيدا شيء اختياري، اذا انتم بتحبوها شوي حره فيكم تحطوها وفيكم ما تحطوها، هيدا شيء اختياري. طبعا انا هون غسلته ونشفته كتير منيح من المي وقصيته بالنص مثل ما شايفين. وهلا بدي احط الغطا حط مثل ما شايفين، ما برمته
بس بنحطه بهذا الشكل لحتى ما يجي عليهم اي شيء او حشرات او شيء. وهلأ بدي اترككم هيك لمدة 3 ايام او لحتى احس انه الزيت ما عم يطلع لبرا، ما عم بفور. شوفوا هون من بعد مرور ليلة كاملة، شوفوا الزيت كيف طلع لفوق. طبعا انا ما زدت زيت، هو الزيت طلع لفوق، فلهيدا السبب نحن حطينا صينية تحت منهم لحتى ما يطلع الزيت لبرا ويتليلنا الدنيا. من بعد مرور 3 ايام بغطيهم كتير منيح وبحطهم بخزانة المطبخ، بضاينوا عنا لمدة سنة كاملة، فينا ناكل منه من بعد 20 يوم بصيروا عنا جاهزين. هيدا هو المكدوس، بتمنى يعجبكم وصحتين.